صباح الخير يا شباب. النهاردة رايح بيك بودا، ده كده مكان على جبل. خدت توك توك، بعد كده خدت تاكسي عشان مكان على جبل مفيش مواصلات. دي السواقة مس نيما، اسمها اللاست نيم بتاعها نيما. فطالعين دلوقتي على بيك بودا، هنروح هناك هوريكم طبعا الصور والحاجات دي. دقنا طول ذاك من ساعة ما جيت محلقتهاش عشان الشمس، ف لو حلقتها الشمس هتاكل دقني. المهم لما نطلع بيك بودا هبقى اقول لكم الاخبار. حاليا دلوقتي طالعين على الطريق بتاع بيك بودا وعلى جبل فوق. المفروض لما نطلع فوق